إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعين قناة فيسبريس، مرحبا بكم معنا في هذا الحوار مع فائلة نزال علوي. مرحبا بكم معنا نزال. الله يطول لك العمر، مرحبا بكم حتى نتوما، مرحبا بيا عندكم في القناة ديال فيسبريس. لالا نزال، شفنا شفتي وتابعتي معنا اليوم كانت التقديم ديال صاحبة قناة فاتحة المغربية أو صاحبة المرقبة بالشيفورة. شفنا ان واحد الاوديوات اللي كانوا تحطوا اليوم، واحد الاوديوات ديال السماسره او السمسره في المحكمه. شنو الراي ديالك وشنو الادوار ديال الملف بحكم انك انت كذلك انك كنت درتي واحد الشكاية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاد السيده كتحاربنا من ايام زوجة الاب ديال الطفله ايمان، غادي فين ما كان شي واحد مجرم شي مسخوط الوالدين كتلقاها معاه، حشاكر مصطفى معاه. المهم هاد السيده كتهدد بان بعدا انا خصني نعاود، انا بعدا انا دايره بها شكايات، غادي دير لي عاها مستديمه في وجهي، غتخسر عليا 500 درهم وويسكيه، ودرت بها شكايه وما عيطوا لي ما والو، تحكمت لصالحها ولقيت شي شكايات حتى وما غبراتهم كاع. يعني السيدة كلمها على الصح بأن عندها سماسيرة وعندها بزاف، على حسب الأوديو الشهير اللي دابا اللي به تعتقلات. زائد السيدة في إيطاليا محسنة اللي كانت كتمول تعطيهم وتعاونهم وديك الشيء، تعرضت للسب بالقذف للإهانة للزوج ديالها لولادها، درت الشكاية ديالها. أنا دخلت حتى أنا طرف مدني، تبنيت الملف ديالها مع الأستاذ المحترم ديالنا الاستاذ الداودي، واليوم كان عندها التقديم. هي عندها اعتراف في الولايه ولكن في التقديم عند قاضي التحقيق انكرت وجايبه عقود الجديه لولادها، وهادشي كان تراعي عليه من قبل. قبل ما توصلي لهذا الموقف كان عليك تراعي عندك 4 ديال الدراري، ماشي حتى دابا عاد وليتي عندك 4 الدراري حتى عرفتي راسك طبزتي لها العين نهائيا، ما خليتي فيها حتى شي حد، حتى واحد ما سلك منك، لا قنوات تهديدات تخرجي تسبي من لا ضربات لا كوش، واحد السبان داني كاع بزاف، وكتقول لك هي امي تاليه وتتعطي، يعني قال لك كتعطي نبذه للعيالات والاطفال، زعما داكشي اللي كدير اش كتورينا لاطفالنا اش كتورينا الامهات، هي كتسبي ما خليتي حتى شي حد. ولكن باش تبقاي تهددي عباد الله، أنا بحال دابا بنيت مثلا، أنا كفاعلة جمعوية وفاعلة حقوقية، تبنيت الطفل ديال الملف ديال الطفلة آية هذه إيمان، يعني بقات فيا ديك الطفلة، ولكن باش تخرجي تحاربيني فيما مشيت نلقاك وتهددي وتقولي غتحرشي عليا، علاش؟ درت أنا غير الخير، ولكن باش تآمري عليا وديروا مؤامرات وتحبكوا لي ديروا لي شكاية كيدية وتخرج تعطي احكام مسبقه في شهر جوج، تعطيهم الملف عندي في قنيطره وتسبوني كاملين، لا يعقل. ما غنسكتوش على الظلم، ما غنسكتوش على الحقره، ولا لي الظلم ولا لي تكميم الافواه. واخا لالا نزهة، الاوديو الشهير تقول بانها على حسب اللي كنا سمعنا حنايا لواحد الاوديو، كتقول للزوجه ديال صاحب اسره مغربيه تقول لها اعطيني الرقم ديال الملف، وحنايا كاين واحد السيد اللي غادي يخرجوا من الحبس. نعم، عندي حتى انا ذاك الاوديو. واخا هذا الاوديو هذا او هذه الهضره هذه اللي كانت قالت، نعم، حنايا في اطار القانون اننا، نعم، كنسميوها سمساره. سمساره وضرب في القضاء. ضرب في القضاء. هنايا واش هنايا السيده هذه اللحظه اللي كانت تم التقديم ديالها امام السيد وكيل الملك، شنو كانت تقول هي؟ هي نكرت كاع كل شيء، ولكن عندها اعتراف في الولايه ديال الامن، عند الامن عندها اعتراف. والمشكل فاش جات عند قاضي التحقيق ما عرفتش قراوها ولا ما نعرف، المهم هي نكرت، ولكن في الاخر صافي يعني نزلوها عند امامر الامر الواقع، لان داكشي كاين ماشي مفبراك ولا شي حاجه اللي كتقول لك هي فبراكه وداروا لها وفعلوا لها، ما كايناش هاد الهضره. ديك السيده طغات بزاف ماشي غير شويه، وتتعدى على الناس وفيما مشيتي تلقاها، بحيث كاع وقفت مع بوكريشه من قبل ضد النيابه العامه، وبوكريشه تبع النيابه العامه، وانت دايره جامعه الناس وجايين كتضربوا مع بوكريشه على ضد النيابه العامه، ايوا دار الضب في القضاء حتى هو بحد ذاته.
واخا لنزا ان احنا كنا كذلك ان سمعنا ان الزوجه ديال صاحب قناه اسره مغربيه او الملقب بكريشه انها كانت تفاعلت معها في ذاك الاوديو وقالت لها كيفاش شنو كان وقع بالضبط لنزا تجاوبت معها بحيث هي اليوم راه قيلت عند الولايه ديال الامن باش كيصوبوا لها المحضر باش يجيبوها حتى هي للتقديم لان سؤال وجواب هذيك هضرات الاخرى جاوباتها واش النيابه العامه عباد الله تابعاه السيد معتقل محكوم بعامين ودابا هاد الناس مجهدين عندنا ولاو فهاد فاس انت غتخرجي السيد تابعه النيابه العامه وحكم عليه بعامين ما يمكنش ما يمكنش حتى راه ولا كيخلع اللي ولينا عايشين فيه ولكن الحمد لله الله يطول لهم العمر القضاء النزيه ديالنا هو كيربي هاد الناس وغادي تجيب لنا الصماصيره ديالها انا طلبتها وغادي تجيب لنا هاد الناس اللي كيخرجوا لها الناس من المحاكم راه خصهم حتى هما يجيبوهم حتى هما خصهم يجيبوهم حتى هما ياخذوا اقصى العقوبه باش يكونوا عبره لاي واحد سولت له نفسه يضرب في القضاء النزيه ديالنا واخا لا لنزا حنا شفنا بعض القنوات انهم كيخرجوا ديال القنوات كل واحد وشنو تيهضر وكل واحد شنو تيقول ما علينا بانه ما كاينش في ارض الواقع ما كانوش امام باب المحكمه ولكن كل واحد تيقول لك ها علاش تم الاعتقال حنا كنشوفوا بعض المغالطات اللي تيكونوا بعض القنوات اللي تيقولوا بعض المغالطات وديك المغالطات اللي هي اصلا ما كايناش نعم انا لنزا حنايا كذلك اننا كنشوفوا بعض القنوات انهم كيخرجوا كيضربوا في القضاء ما علينا بان القضاء نزيه والحمد لله القضاء خط احمر كذلك لنزا شنو هي الرساله ديالك اللي كتوجهي لهاد القنوات هاد قنوات كاين شي وحدين ضاصرين بزاف كاع ماشي غير شويه ما فهمتش انا شكون اللي تيحميهم ولا شكون اللي كيعطيهم ويخليهم يديروا يخرجوا بهاد الهضراب هاد التصاريح اللي خطيره ويضربوا في القضاء ويضربوا في اي حاجه في اي مؤسسه ديال الدوله كيخرجوا يضربوا فيها هاد الناس خصنا نتابعوهم قضائيين ونوقفوهم عند الحد ديالهم يعني هادشي بزاف اي واحد دار قناه يخرج يمرمط بالمؤسسه ديالنا عيب وعار ولا يقول لك يدو واصله ولا واحد يمشي ياخذ حقه يجي واحد يركب عليه ويمسح كل شيء لا يعقل ولا واحد عاود وقف مد يد المساعده بحال فاعل كفاعل جمعوي ولا فاعل حقوقي عز عليه شي طفل وبغى ياخذ له حقه يربيوه لا يعقل ولا يسدوا له فمه ولا يخلعوه ولا يددوه لا سعاد يعقل سعاد اورغانزا تم التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي والضرب في الاعراض ديالها وكذلك في الشرف ديالها شنو الرساله ديالك اللي كتوجهي لبعض القنوات اللي كانوا كذلك انهم كيضربوا لها في الاعراض ديالها كلشي غادي يجروه كلشي غادي يتجر اي واحد جبد ديك السيده ضرب فيها سبها جبد لها راجلها ما تعرفهمش باش توا تسب ولادها وما التالين ما قال لك هذوك ماشي ولادها ضربوا لها حتى في ولادها يعني هاد الناس خصهم اشد العقاب هادشي اللي كاين ما هادشي ما خصوش يتسكت عليه هاد الصاره هادي وقلت الحياه ولينا فيها ما بقاش بنادم تيحترم شي حد وانت شتي شحال الخير دارت في الناس محسنه طيبه تتجي وكتصيفط من تم اللي في الاخر ديالها يبداو يهددوها ويمرمطوا بها الارض عيب وعار عيب وعار نزها انت كذلك ان شفنا انت كذلك انك كنتي درتي بها واحد الشكايه وواحد كذلك واحد الفيديو كنا شفناه عبر المواقع التواصل الاجتماعي عبر القناه ديالها شحال هذه انها كانت جبدات واحد المينوت نعم عندي نيت الفيديو حتى ممكن تهضري لنا شويه عليه نعم هذيك الاسره مغربيه سعاد جوهره كانت انهارت ملي سمعت بنتها كتسبها بحيث بدات كانت دايره لايف بدات انا براسي بكيت كاع بدات كضرب وجهها السيده مشات في غيبوبه هزوها للمستعجلات هي هادي الشيفوره ديري لايف ودخلي دوك القنوات ديالها وجبدي المينوط دراجلك وقولي لهم انا غنخلط عليها وغادي نمنطها مع السرير يعني هذا راه تطاول وتراجلك يعني غادي تجبديه ما بين الرجلين واخا ما فراسو يمكن ما يتعاود ما والو يعني هادشي راه خطير اللي وصلنا ليه تي يعني منو الدراج لها كتلعب بها للزوج ديالها فاش كيشتغل انا سمعت في الدرك الملكي في الدرك الملكي نزها كاين غدا ان شاء الله كاين الجلسه ديال الشيفوره شنو التطلعات ديالك هو بزاف اللي غادي يكون غدا ان شاء الله بحال كاين غدا غيكون تاخر لان الجلسه الاولى ضروري كتاخر ولكن كنتمنى من هاد السيده ياخذوا منها اشد العقاب لان تستاهل لهذا الشيء اللي دارت في القضاء الضرب في القضاء وصماصرة في الملفات كتجر في ملفات قضائية يعني شو هاد السمعة ديال القضاء ديالنا ديال فاس
عيب وعار عليها توصل بها الجرأة حتى للدرجة. يعني هي خبيتة دور يجين دابا زاد تكملت كاع ملي ضربت في القضاء، ولكن القضاء ما غيسكتلاش لأنها تابعة حتى هي النيابة كي تابعت بوكريشة. بوكريشة قالك غير كيشرب قهوة، مية قالتلك كاع عندها اللي كيخرج لها الملفات واللي جيبوا لها غير الرقم ووجدوا فلوسكم وغادي تخرج لهم بوكريشة اللي النيابة العامة تابعاه ومحكوم بعامين. شوف هاد الناس شحال مجهدة، شوف هاد الناس شحال مجهدة. واخا رجعوا القضيه ديال زوجه صاحب قناه اسره مغربيه، شفتيها في واحد الفيديو كانت خرجات كذلك انها كانت تطلب الاعتذار من المحامي بواحد الطريقه ديال الطريقه استفزازيه. دايره له الموسيقى هذه كتجيني في شكل واش ما عرفش واش بسيشيك ولا والله ما عرفش. هذاك الزوجه ديال بوكريشه ما فهمتش انا ديك السيده واش كتدعي بان تتهبل على عباد الله ولا هبله ولا ما نعرف ولا هي كتصنع ديك الشيء. ولكن الاستاذ المحامي هيئة المكناس بالاحترام عليها يعني عيب وعار دير لي ديك الموسيقى معروفه هذيك ديال الانسان اللي باغي ينعس ولا باغي يستراح باش تقول له طلب منه الاعتذار. ونورمالمون داك ما كيكونش اعتذار لان الاعتذار خصك تخرجي ليه بالصحافه على الملا لان استاذ بقيمته يعني تبارك الله عليه استاذ داودي معروف غني عن التعريف. يعني خصك تخرجي منبر صحفي وطلبي الاعتذار منه ماشي بديك الطريقه اللي دارت بحال انا عسف بيت نعاس ودايره يعني داكشي عيب وعار. تتستهزئ هذيك هذاك استهزاء باستاذ. واخا شفنا حنايا كذلك شفنا نزهه شفنا بعض القنوات كاينين اللي كانوا مشاو للحوز. نعم وترحم الله يرحم ضحايانا اللي كانوا توفوا. نعم. اللي كانوا توفوا في الحوز ترحموا عليهم بعدا. اولا شفنا بعض القنوات اللي كانوا طلعوا لتمايا وداو الاعانات مشكورين من هذا المنبر هذا. نعم. كذلك ان كنشوفوا حنايا بعض القنوات اللي كانوا هنايا في فاس من ضمنهم هذه القناه هذه ديال اسره مغربيه او زوجه صاحب قناه اسره مغربيه. نعم. والبنات اللي البنات اللي مربياهم او بنات راجلها كانوا كيخرجوا لا علاقه لهم بالموضوع ما تيهضروش في الموضوع ما تيهضروش عليه دائما كيهضروا على الموضوع ديالهم او الموضوع اللي يجذبوا فيه المشاهده. شو الرساله ديالك اللي كتوجهي لهاد الناس هادو؟ انا سمعت كاع كانوا كيطبلوا قالت لك لا كتوجد البنت الكبيره لراجلها حيت خرج من الحبس زعما غادي يجي عندها داكشي باش كانوا كيطبلوا ودايرين الفيشطه. الناس تتبكي خوتنا اللي ماتوا في الزنزال وهما ما مسوقينش كاع. ما فهمش انا هذه الاسره مهمله بزاف لا علاقه مع الواقع لا علاقه. هاد الناس خصهم يتعاود لهم التربيه من جديد. الحداد ديال 3 ايام كان هنايا في المغرب كلشي دار الحداد كلشي دار الحداد ديال 3 ايام الا هما القنوات اللي خارجين الا هما ترحما على الضحايا ديالنا الله يرحمهم اللي في النار هادو ما كاينش شي هذاك المنظر تيألم. نورمالمون يكونوا يحسوا بخوتهم المسلمين حتى هما ماشي خارجين بتكاشط حطاره وتطبال وتزغرات والماكياج هي غير هادي دابا مرات باهم كل ساعه كتخرج كي المونيكا بالماكياج. ايوا اش من حازنه وراجلك في الحبس نورمالمون راجلك في الحبس ما ديرش داك البنتوره وداك الشيء في وجهك. ما فهمتش انا هاد الناس. المهم مصيرهم كل واحد اللي دار الذنب يستاهل العقوبه ولي قالك ما دير يديك في غيران ما يعضوك حنوشه وما قلبوا على هاد الشيء بغاو يطلعوا البوز باي طريقه يا تسب بنادم يا تمرمط بنادم يا تبيع التجار في البشر يا بزاف د الحوايج. وكنتمنى من القضاء ديالنا النزيه المسطره تمشي مزيان وياخذ كل واحد العقاب ديالو اللي دار شي حاجه يستاهل الذنب. شكرا لك للنزهه وشكرا للمتابعين المتابعين قناه فيس بريس. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.